افتتاح السنة القضائية 2011-2012 التي جرت بإشراف رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان مناسبة للوقوف على حصيلة السنة القضائية لتحيين وتحسين الأداء القضائي بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمتقاضين، وهو ما جاء في كلمة وزير العدل حافظ الأختام الطيب العيز الذي أكد على أن نجاح تقدم البلاد إنما يكون بترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبادئ الديمقراطية واحترام الحريات من خلال ترقية السلطة القضائية وتعزيز ضمانات استقلالها. إصلاح الذي كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة وحقيقية في تحسين نظامنا الديمقراطي وتعزيز حماية حق المواطنة وسائر الحقوق والحريات التي لا مجسد لها أو حام يحميها سوى القانون والقضاء. أشواط كبيرة قطعت في مجال إصلاح وعصرنة قطاع العدالة بداية برقمنة جميع المداولات والقرارات وكذا سياسة التكوين المعتمدة لترقية العمل القضائي ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال. قضاة المحكمة العليا قد قاموا على مدار السنة بإلقاء محاضرات ومداخلات لفائدة قضاة المحاكم والمجالس القضائية، وذلك لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح إشكالات في الميدان العملي، فضلا عن تزويدهم وبالاجتهاد القضائي المتوصل إليه من طرف كل غرفة من غرف المحكمة العليا. في الارتقاء بقطاع العدالة أساس لبناء دولة حديثة في كنف الحق والقانون. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل لدى وصوله إلى مقر المحكمة العليا، استقبل من قبل كبار المسؤولين في الدولة وإطارات في سلك العدالة. في إطار برنامج إنجاز 10,000 سكن إلى غاية 2014